الآن كلمة سعادة مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض راعي مرتقى السفر، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة، أصحاب السمو، أصحاب المعالي، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويشرفني الحديث في هذه المناسبة الوطنية ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي في دورته التاسعة، هذا الملتقى الذي يواصل نجاحاته عاماً بعد آخر منذ انطلاقته الأولى قبل 8 أعوام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله عندما كان أميراً لمنطقة الرياض، حيث شرف حفظه الله حفل افتتاح الملتقى الأول مساء الأحد 15 ربيع الأول 1429 وألقى كلمة توجيهية ضافية كانت وما زالت الداعم الرئيس لهذا الملتقى ولجميع المبادرات الهادفة نحو تنمية شاملة ومستدامة. في كلمته تلك أكد حفظه الله على التوجه الدولة نحو التنمية الشاملة كمشروع وطني يهدف إلى رخاء مستدام ودعماً لكل الجهود التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، ومنها قطاع السياحة الذي أصبح يرتبط بشكل كبير بالنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة. واليوم تنطلق فعاليات الدورة التاسعة في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين، وقد تحقق الكثير من المبادرات التنمية في جميع قطاعات الدولة ومنها قطاع السياحة ممثلاً في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وما تقوم به من جهود مشكورة لتنمية وتطوير السياحة الداخلية وتحويلها إلى صناعة وطنية تعزز الانتماء للوطن وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة. أصحاب السمو والمعالي، أيها الحفل الكريم، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تجمعهما أهداف وطنية وتربطهما شراكة استراتيجية تعد مثالاً يحتذى في التفاعل والتكامل بين المؤسسات والهيئات وجميع القطاعات لإنجاز المبادرات الوطنية والتنموية. ومن ذلك على سبيل المثال للحصر طائرة وطن المجد التي بدأت كفكرة من صاحب السمو الملك الأمير سلطان بن سلمان، وبالتفاعل والتعاون بين هيئة السياحة والخطوط السعودية تحولت الفكرة إلى واقع ملموس. واسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة للحديث بإيجاز عن الاستراتيجية الجديدة للخطوط السعودية وبرنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة ووحداتها الاستراتيجية. لقد تم إطلاق برنامج التحول رحلة السعودية 2020 وإعلان الخطة الاستراتيجية للـ5 سنوات القادمة في هذا العهد الميمون المبارك خلال شهر رجب الماضي من عام 1436، وتضمنت الخطة العديد من الأهداف للوصول بالناقل الوطني بإذن الله إلى المكان اللائق بالمملكة. وأبرز أهداف الخطة هي الاستثمار في العنصر البشري، مضاعفة الأسطول إلى 200 طائرة، وعدد الرحلات إلى 1000 رحلة باليوم، وأعداد الضيوف إلى 45 مليون راكب خلال عام 2020، وزيادة الرحلات والسعة المقعدية على القطاع الداخلي، والوصول إلى وجهات دولية جديدة،
وتقديم منتجات ذات جودة عالية وتطوير الخدمات، وهي أهداف تتلاقى وتتكامل معها في تناغم فريد. ويعد العام الحالي عاماً استثنائياً وزاخراً بالإنجازات، منها تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، حيث سيبتعث 5,000 شاب، 3,000 منهم في مجال الطيران، و2,000 شاب في مجال صيانة الطائرات. العمل على تحسين الخدمات، تطوير الخدمات الإلكترونية، وهنا أشير إلى الجائزة التي حازت عليها الخطوط السعودية كالثامن عالمياً ضمن 250 شركة أعضاء IATA في تسريع إجراءات السفر. وخلال هذا العام سيتم زيادة السعة المقعدية للطيران الداخلي بنسبة 20% في عام واحد. وكذلك تم الإعلان عن الاستحواذ على 50 طائرة جديدة من طراز إيرباص. وخلال هذا العام أيضاً تم إدخال أسطول 787 طائرة الأحلام، حيث تم استلام 3 طائرات في يوم واحد الشهر الماضي، وسيستلم طائرة أخرى بإذن الله خلال الشهر القادم. وخلال هذا العام سيتم استلام 29 طائرة جديدة، وهو أكبر رقم يتم استلامه بتاريخ الخطوط السعودية. كذلك سيتم إخراج أسطول 747 من الخدمة بعد أن أمضت 20 عام في خدمة المؤسسة. وكذلك سيتم خلال هذا العام إخراج أسطول الإمبراير بالكامل. كذلك سيتم التوسع في التشغيل الدولي خلال هذا العام باستحداث 4 وجهات جديدة، منها المالديف التي ستبدأ يوم الأربعاء القادم بإذن الله، ومن ثم سيتبعها ميونخ وأنقرة والجزائر. كذلك سيتم موائمة المنتجات لتخدم 4 شرائح مستهدفة، ويطلق خدمة جديدة وهي خدمة البيرق التي ستنطلق بإذن الله في 10 من الشهر القادم. صاحب السمو، أيها الحفل الكريم، إن الخطوط السعودية بصفتها الناقل الوطني هي الراعي الرسمي لكافة الفعاليات التي تنظمها الهيئة، وكذلك الفعاليات السياحية في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تسليط الضوء في مجلة أهلاً وسهلاً والبرامج المرئية والسمعية في الطائرات على برامج الهيئة. وهناك الكثير من الأوجه للتعاون ما بين الجهتين لا يسع المجال لذكرها. ختاماً، هذا الحراك الإيجابي في الخطوط السعودية وفي هذه المرحلة مدعاة استحضار لجهود منسوبي المؤسسة وشركاتها، فهم الذين أسهموا بجهودهم وتفانيهم، وهم العازمون والطامحون بإذن الله لنقل هذه المؤسسة للموقع الذي تستحقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.